أن جمقرة أمام ضيفه نادي عبد الملك رمضان من الجهوي الأول الذي أظهر ندية في الأداء وخلق صعوبات كبيرة لمستضيفه رغم مشاركته الأولى والتاريخية في الدور 32 من كأس الجمهورية. الشوط الأول الأداء كان متكافئا بين الطرفين في وسط الميدان ليبدأ العمل الهجومي من النجم، لكن دون فائدة أمام تماسك دفاع المنافس. المرحلة الثانية كانت حاسمة وفاصلة في اسم المتأهل، وبعد هجمة معاكسة من نادي عبد الملك رمضان وتسديدة مواليد الدوري السادس عشر اتحاد الرمشي.